يقال انه بدماغ الوصله اللي بتربط الجانب الايمن بالجانب الايسر عند الليمبيين بتكون اكبر. اذا تبين انه هذا السبب شو بيكون موقف الكنيسه؟ نحن لا ندخل في دينونة الناس ولا ندخل في نبذ الناس ولا نريد هذا، بس يبقى علينا واجب روحي وخلقي أن نقول الإنسان يلي بحس بشيء من هذه الميول أن لا يقف من المسعى. سيد سبعة، بدي أسألك سؤال شخصي قبل ما نعلق على سيادة المطران. شو حكي؟ تعرضت لتحرش من سيدي بحياتك؟ لا لا أبدا، ما كان عندي، ما أعطيت مجال لحدا. بس شفتي، لاحظتي شيء من بعيد من قريب؟ لاحظت ناس كتير بس ما قلي دعوة فيهم يعني. أي طبعا، هلأ الإنسان له اسمه كتير بيعلق عن هالأمور هيدي طبعا. أي بدون شك يعني، بس الآخرين بحاولوا الآخرين ما بعرف ليش كيف بيقدروا إنه يعيشوا وبيتظاهروا، مش إنه مثلا الآخرين بيحاولوا معك بلك. لا أنا ما عطيت مجال لحدا أبدا. سبوحة، برأيك بالإيمان حياتي كانت كلها شغل وكلها جد، وما كان عندي وقت فراغ. عرفتي كيف؟ الفراغ يمكن بيعمل اشياء كتير بهالدنيا. وانا بعتقد انه الانسان، او شفت ناس عنده مشكلة ادمان او دراجز او هيك، بالايمان صحه. بالايمان كتير صح، وما بعرف هيك حالات اذا بالايمان ممكن يصحه او لا، بنسأل الدكتور. يمكن دكتور، يعني الايمان يعني الارادة القوية والانتماء الكامل للحق والخير. تفتكر الانسان بقوته النفسية بيقدر يتخطى المرض حتى؟ بدون شك، لأنه الإمعان في الدخول في سيكولوجية الإنسان بتوصله لسيكولوجية الإيمان بدون شك. وهون بذكر أبرز نتائج الدراسات في مجال العلاج النفسي، وصلت إلى أنه لابد من وجود في على مستوى ما من سيكولوجية الإنسان عملية إيمان ليقدر حتى يعبر بصدق مش بيكذب، مثل كنا عم نقول من شوي عن بعض الحالات، حتى ما يكذب، يبطل يكذب. الاعتراف بالنهاية كمان مرتبط بعملية الإيمان. هو عم يعترف، عم يحكي عن واقعه، ما يكذب، بيكون عم بيساعد حاله ليطلع، بيكون عم بيساعد حاله. وقت اللي ما بيكذب بيكون صادق التعامل مع الشخص اللي بده يساعده. فكيف إذا بيفترض إنه في قوة فوق؟ وصلنا لهذه النقطة. سيادة المطران قال بعد موقعنا على نظرية مرضية من أجل شفاء هالناس، ما في نظرية؟ الواقع على الجانب هيدا ما قدرت، يعني ما كان إكسبليسيت سيادة المطران علني بهالموضوع، ما وضح تماما. بس الصيغة اللي تكلم فيها كانت تفاؤلية أكثر من تشاؤمية. وبعتقد في من موقع معرفتي بهالموضوع بالذات، انه صحيح صعب حالات الشفاء لحالات الهوموسيكشواليتي، الشذوذ الجنسي، ولكن في حالات شفيت، ولكن مدخل الشفاء كان الاقتناع بانه في مشكله وبانه المسار اللي مشي فيه الانسان لحد هلا ما امن له السعاده. دكتور الموعودي، دكتور وست صباح، برايك شبابنا اللي عم بعانوا من هالمشكله بيلجأوا لحل ولا بيتركوا حالهم هيك عاده؟ يعني ما بعرف إذا كان إلا إذا إجاهم حب من ست اقتنعوا فيه. لازم يجين حب قوي من ست يقتنعوا فيه، بيفتكروا بيشفوا. يعني ما بدي أقول ستات بغارهم، لا، في منهم بلا بيرتاحوا للستات، بيفتكر إنهم بيقدروا يشفوا. على كل حال، الدنيا لازم يكون فيها كل شيء دمه خفيف. دمه خفيف. بتحبيهم، بحبوكي فعلا. بالحلقة الماضية فوليو أعلن، يعني عم نسأله مين الفنانة اللبنانية اللي بتحبها؟ قال صبوحة. بيجتمعوا حواليك كتير؟ ايه كتير. كيف بتعمليهم؟ ايه، وأنا وفاتن حمامة، فاتن كمان بتعاملهم كتير منيح بمصر كمان، وأنا يعني بلاقيهم دمهم خفيف ومهضومين، وبلاقي إنه مشكلتهم يعني إنه مش بسهولة إنه تنحل. عرفت كيف؟ بس بحس جواتهم إذا لقيوا ست يقتنعوا فيها بفتكر بحبوه. دكتور، ليش رسين؟ ليه بالعلاقة بين رجل ورجل بخبطوا بعضهم كتير؟ وعادة اللي عم يلعب دور الرجال بيضرب اللي عم يلعب دور المرأة. لكن هني في منهم عدة أشكال، في الخبيث، في المهضوم، في المأذي. هالثلاثة
هذا يعني حسب ما بتقول ست صباح انه في عندهم امراض مسوشية وسادية وعالية الوتيرة. طبعا 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 هني بهالحالة هاي وقت بيكون رجل بيلعب مع رجل دور انثى ذكر نعم عم يدوبلوا لعبة الواقع الحي بخلوه اوقع رجل وانثى عم بيلعبوا الادوار نعم وبين الرجل والانثى اللي قلتي عنه السادو مازوشي موجودة بين الناس العاديين بدوز مختلف اي يعني بس بالتاكيد موجودة وفي منهم عباقرة في منهم عباقرة صح صح فهي موجودة بدوز مختلف نعم عند الانسان العادي هلا بيلعب الدور هني اجمالا الرجل اللي بيلعب دور الانثى بيلعب دور المازوشي والمرأة اللي بتلعب والرجل اللي بيلعب دور الرجل الفعلي بيكون سادي يضرب بعزي بالضبط يعني آلية العملية ببعضهم هيك بتصير لأنه تقليد لموديل ما قادرين يوصلوا له نعم بحب شير لشغلي يعني كمان أكد مرتين اللي قالته الصباح أنه هود الناس وقت اللي بيشوفوا إنسان عم يأكدوا الموقفهم المطلوب أنا برأيي الحنية عليهم أقل شوي إذا كانت بتأكد هالسلوك اللي هم هو عندهم يعني مش لازم مش لازم نشجعهم بهالموقف بس نشعرهم انه كتير كتير حساسين بمشكلتهم واذا حسوا انه واحد قادر مش عم يقمعهم بس عم يتفهمون عم بيجادلون عم يناقشون بيقدر كانه واحد ماشي مع التيار ليرجع يرده بالاتجاه السليم نعم فنسمع رأي القانون بعد كيف القانون اللبناني يتعاطى مع هذه الحالة وكل حال ما في كتير في نص عمل جديد يعني نص ضروري لحالات ما بعد الحرب اللواط وهل هناك عقوبات على اللواطيين اللواط بالقانون اللبناني بدون ما يتحدد باسمه كلواط هيك يعانوا كشذوذ جنسي كل شذوذ أو كل مجامعة خارج النطاق الطبيعي يعني بين جنسين ما في شك انه في عقوبة على القانون اللبناني يعني اذا رجل ومرته اذا عاشرها خلافا للطبيعة فيها تتشك عليه فيها تتشك عليه طبعا وفي عقوبة شو العقوبة والعقوبة توصل لحد السن حد هاي 534 نعم الاعتداء على القاصرين نعم تتجاه هون العقوبة تشدد نعم كل اعتداء على قاصر تشدد العقوبة وهيدي بينحذر القانون ابتداء من هيدي من نوع الاغتصاب بيصير بالنسبة للقاصرين وهي المواد 503 و4 و5 و6 و7 بتحكي عنها بتحدد بالذات القاصرين بالنسبة للقاصرين شو بيكون العقاب تبعهم بيوصل العقوبة بتوصل للأشغال الشاقة المؤقتة القاصر حسب المرسوم الاشتراعي 119 يعني هيدا القانون اللي رتب ونظم حماية القاصرين المنحرفين بياخدوه لإصلاحيات ولسجون خاصة حتى ما بيسموه سجون نعم بقدر ما بسموه اصلاحيه نحن عم نستمع لراي المحامي صبوحه قالت لنا بعدنا بنفس الموضوع على كل حال وعطول عم نستدرك قالت لنا صبوحه مثل ما سمع الدكتور انه في شاب بيجي يحضر انا بعرف حقيقه طلع نحن بالاجواء نفسها بالوسط نفسه بيحضرك كل يوم ما انت بيحبك ايه كثير بحبوني وبيبعثوا لي كتيب غرام وبيقولوا لي هلا اذا بتاخذينا نحن بناخذك فاذا اذا بلاقوا حب يعني بيتجوزوا ببطلوا هالقصة هاي ممكن يكون أحد أسباب الانحراف الافتقاد للحب مع مرأة فبيلجأ لرجل بدون شك يعني فراغ على المستوى العاطفي بالنموذج التقليدي المتعارف عليه يعني رجل مع امرأة هذا الفراغ مش معبأ مش مملوء فبيبحثوا عن ملء هالفراغ هلا هون الفراغ لا يملأ إلا بوجود مثال ونموذج مثال؟ الصباح بيقال نموذج طبعاً شخصية مهمة طبعاً تقدر تملي الفراغ لأن الفراغ قاتل دكتور بتفتكر بحبوها يعني لو ست صباح تتجاوب معهم يعتدلوا ولا بيروح يتفرج ليلة يعملوا مثلها
أنا بيصيروا هني بيشبهوا الصبوحة. لا في واحد عطول ببعث لي مكتيب غرام مكتيب حب يعني حب حب مش كيف ما كان. أنا بعتقد اثنين سوا. أنا بعتقد في أمبيفالانس. واللعبة عند الصباح هون طابي بمعنى أنه كيف القدرة أو بوضعية مشابهة مهما كان موقف القدرة على توجيه إذا في عنده وقت الشخص الآخر. بالنهاية ما فينا نعالج كل الناس نعطي وقت لكل الناس. يعني إذا صباحه عنده وقت بعتقد تقدر تساعد. بعتقد بتأثر بشكل أو بآخر بالتأكيد بتأثر أو باتجاه تطوير عملية الحب وبالتالي رجل مع امرأة وبشكل سليم أو هني بيبقوا بالوضع اللي هني فيه إذا ما في تدخل آخر وبالتالي بيصيروا بدهم يصيروا مثل الست صباح يشبهوا أي يعني التناهي والتعلق اللي كنت بحكي عنه بنفس الوقت. أنا بتناهى مع شخص من نفس الجنس بياخد ماهيته مثله وبتعلق بشخص من الجنس الآخر بحبه. هلأ بهالحالة هاي تناهي وتعلق على نفس الشخص من هون أنا بقصد طابي عند الآخر إذا عنده وقت ما كلنا عندنا وقت نهتم بقضايا الآخرين. صباحا عندك وقت حاولت شي مرة تهتمي بحدث فيه وتوجهي لا ما هالقد بكون صريحة معهم بصراحة بفهمهم إني أنا ما فهم شي ما بحب أدخل بحياة الإنسان الشخصية حس إنك عم تجرحيهم إذا أقفلهم بحبهم هيك سبحان الله يعني بس إنه ما بتدخل معهم أبدا. شو رأيكم بالقانون اللبناني؟ معه حق القانون اللبناني يلقي القبض على مريض إذا اعتبرنا هالناس مرضى لأسباب اجتماعية وبيئوية ونفسية وفيزيولوجية ولا لازم برأيك دكتور ست صباحي نعاد النظر بالنص القانوني للتعاطي خصوصا أنه ما في مؤسسات ترعى هالناس مؤسسات إنسانية أو إيه المفروض يكون في مؤسسات ودكاترة نفسانيين يحكوا معهم مش يحطون هيك مثلا سنة أو سنتين ما حدا يقولون ليش عملتوا هيك يكونوا عم بضرون أكتر دكتور لأن أوقات بالسجون بصير إشي أكتر من برات السجن مثل ما قالت لنا وعد طلعت خالصة حسب تعبيرها. شو رأيك دكتور الواقع أنه القانون أي قانون بلبنان ولا بغيرهم عرفنا شو صار بأمريكا المشروع جديد لرئيس كلينتون نعم موضوع هذا بالذات وجه بموقف اجتماعي عام ضاغط موضوع مش موضوع قانون القانون بيعبر عن لحظة اجتماعية ما في بلد بتعبر عن قديش في مقاومة من الناس لحتى السلوك اللي غير سوي ينقبل القانون يرفض السلوك غير سوي ولا يمكن أن يقف يعني هيك مكتوف اليدين أمامه بس المطلوب وأشارت له في الصباح مطلوب أنه الموقوف ما يبقى موقوف في سجن يبقى موقوف في وضعية استشارية علاجية هيدا القانون اللبناني عم بيوقف بروحية القانون بتوقف وبتعاقب روحية جامدة ما بتعتبر أنه في أسباب تخفين يعتبر في أسباب تخفين في بعض الأحكام على جرائم قتل مثلاً إذا كانت الدافعية نفسية وهي شكل من أشكال الدافعية النفسية للانحراف فلابد من التعامل معها بهذا الإطار يعني إذا شفنا مثلا إذا بتقولي إنه في ستات مثلا مع بعض وهيك ما بتحسي فيهم بالسر بس القصة إنه هن الشباب علني وهيدا يعني فظيع إنه العلني بيقدروا يكونوا علنيين بيفتخروا أو إنه ما بعرف إنه القصة هيك بتلاقيها ظاهرة علني والتحدي للمجتمع كمان أو ربما القيم المعتمدة والقانون لازم يحافظ على القيم نعم تأكيد هاي المشكلة هون في مشكلة كمان بدنا نختم الحلقة عليها العلاقات الإنسانية كتير عم بتأثر يعني الست ما بتقدر يكون عندها ست صاحبتها وإلا بتصير موضع اتهام مزبوط والرجال ما بيقدر يكون عنده إذا اثنين ستات بنظهروا على سهرة أو يلتقوا بينشك فيهم إذا اثنين رجال كمان نفس الشيء زائد العوامل التانية اللي عم تقمع العلاقات أو اللي عم بتخفف منها ونحن مقبلين على شو يعني إذا ما بنقدر نكون أصدقاء مع بعضنا وبالأخير كمان المرأة ما بتقدر يكون صديقة الرجل نظرا للاعتبارات الاجتماعية القائمة من يعني في أوضاع صعبة شوي الواحد ما بيقدر يهرب منها يعني بدها مواجهة صحيح دكتور عباس مكي بشكرك كتير شكرا شكرا ومن هون ورايح بدنا نبقى نستضيفك كثير ما بعرف حكيت منيح ولا لا دكتور اسف يعني انا كان بدي اسالك نفس السؤال احنا تعدينا على نفس السؤال الدكتور شكرا كثير لحضوركم وبنلتقي بحلقه جديده من الخط الاحمر الى اللقاء